اي واحد باغي يخدم يخدم، اللي ما بغاش يخدم حتى سوارته. علاش ديما كتخبى الحقيقه؟ علاش الاعلام كيبين غير الوجه اللي بغى؟ راه هاد الناس فريمون كيستحقوا وما استافدوش. بغينا غير يقول يخرج شي اعلامي يقول بانه راه هذه هي الحقيقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم سعيد ايت مهدي، من منطقه الحوز بؤره الزنزال جماعه ايغيل. انا من ضحايا من ضحايا زنزال الحوز، ولكن الحمد لله انا استفدت، حتى ناضلت ودافعت على حقي وخديت حقي، ماشي ما خديتش حقي، خديت حقي، ولكن انا باقي كندافع على ضحايا زنزال الحوز، على هذوك الناس اللي هما مستضعفين، على هذوك الناس اللي ما كيعرفوش كاع يهضروا، على هذوك الناس اللي هما كيعرفوا غير اللغه الامازيغيه الدارجه ما كيعرفوهاش. هاد الجماعة سميتها؟ جماعة إيغيل. لحد الآن مازال الناس فيها ما استفدوش. كاينين فيها الناس مازال ما استفدينش. جماعة إيغيل راه معروفة بؤرة الزنزال. يعني كاينين فيها الناس مازال ما استفدينش. أنا كنهضر بصفة إقليم الحوز كامل، حيت أنا كاينة واحد التنسيقية اللي هي التنسيقية الوطنية لضحايا زنزال الحوز، اللي فيه تجمعوا فيها واحد العدد ديال الضحايا. من تارودانت، من شيشاوا، من اسميتو، فين ما كتكون شي وقفه كنمشي كنكون معاهم وكنوقف معاهم حتى هما، حيت دوك الناس محتاجين النيت للمغاربه، ماشي غير ليا انا بوحدي، يتضامن معاهم باش ياخذوا حقهم. راه كاينين الناس اللي هما كيستحقوا وفريمو كيستحقوا. كتلقى ارمله راه مسجل واحد العدد ديال الارامل، دابا نيت انا مسجلهم في واحد الضيفطه اللي هما ارامل عندهم الدراري الصغار وباقي ساكنين في الخيام، ما مستافدينش. علاش ما استافدوش هاد الناس؟ وكاينين الرجال اللي هما ذو احتياجات الخاصه، كتلقى السيد مثلا معاق، كنهضر دابا غير على الاولويه، على هذوك الناس اللي هما خاصهم ضروري اولويه يستافدوا من الدعم 2500 درهم ومن السكن ديالهم. عاد هذوك الناس اللي هما بخير وعلى خير مثلا بحالي انا، راه خص الاولويه لهاد الناس ذو احتياجات الخاصه والارامل، خصهم خاص ما تبقى حتى شي وحده ما مستافداش من هاد من هاد اسميتو. ثاني حاجه هضرنا دابا على الناس اللي ما مستافدينش، وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هما مقاولين. كتلقى مقاول دابا نيت راه كاين واحد مقاول راه مشدود دابا حاليا، راه نصب على ازيد من تقريبا من 30 واحد. هادشي اللي عرفت انا، ازيد من 30 واحد نصب عليهم مقاول، دا لهم 20000 درهم. وكتلقى راه عندي فيديو ما يثبت على هادشي، كتلقى القايد والشيخ هو اللي جابوا داك المقاول وقالوا للناس راه هاد الناس كنضمنوا، هاد السيد كنضمنوه لكم. والناس ما تقتش في داك السيد، ولكن تقت في السلطه المحليه، ما تقتش في داك السيد، تقت في السلطه المحليه اللي هو القائد والشيخ، ملي قالوا لهم توكلوا على الله بداو سميتو، واحد دا لهم رزقهم في الدور، واحد دات ما يقارب 14 واحد، هي 28 مليون، 28 اليوم دا في دور واحد، وفي تينمل اللي هي كانت تنتمي لثلاث يعقوب دا فيها الاربعه ديال الناس، دا فيها الاربعه ديال الناس، قول 8 المليون. وفي اونين حتى هو اللي اللي في جهه تارودانت حتى هو دار شحال من واحد، ونصب على واحد العدد، واحد السيد كيقولوا ليه هشام مول الهندا، راه دابا في السبيطار راه هرسوا من جوج رجلين، هضر معايا داك السيد وهضرت معاه وابي الفيديو شفته في السبيطار، هرسوا من جوج درجلين نصب عليه عاوتاني، حتى هو قال لي غنجيب لك الكونترا. يعني السلطات حتى هي دخلت في هذا الشيء، يعني جابت واحد النصاب اللي هو نصاب، وكتضمنوا الضحايا، وهذوك الناس راه مستضعفين مقارين مواعي، تقول لي هل معقول؟ يقول لك بسم الله راه نيه. قال لهم انا مقاول، انا غنبني لكم، وداروا معاه واحد الالتزام وسيناو في الجماعه وكل شيء، وفي الاخر راه هو دابا دا لهم رزقهم وهو دابا في الحبس. وهذوك ضحايا دابا راه ما عندهمش، لو كان غير باش عندهم باش يبداو يلوحوا الطبله باش يخرجوا لهم الدفعات الاخرين، راه ما عندهمش مساكن، ما عندهمش باش يبداو باش يجيو لهم الدفعه الاولى. يعني داك نصاب نسب عليهم، يعني دوك الناس راه ما غايبنيوش مازال، حيت ما عندهمش باش يلوحوا الطبله باش تجي لهم الدفعه الثانيه. والغريب في الامر هو كتلقى الانسان عنده الهدم الكلي
واستافد في 8 د المليون ماشي 14، ماشي داكشي اللي قال جلاله الملك. راه داكشي اللي قال جلاله الملك في الخطاب ديالو راه ما منو حتى شي حاجه. كتلقى واحد في الدوار ولا جوج في الدوار استافدوا في 14، وكتلقى الهادم الكل في الدوار كتلقى واحد جوج ثلاثه اللي استافدوا، واغلبيه ديال الناس استافدوا غير في 8 د المليون وعندهم الهادم الكلي. واحد عطيتيه البلان، واحد عطيتيه البلان، عطيتيه البلان ومعاه الرخصه، يعني اشنو خصو يستافد في 14 مليون؟ يعني ارى البلان هذاك عنده الهادم الكلي، واحد عنده الاصلاح راه غتعطيه غير رخصه، غتعطيه الرخصه. المشكله في التسيير ما كاينش خصوصا في هذه البلاد. دابا الحاله كيفاش كاينه تما؟ كاين باقي الناس عايشين في الناس باقي ساكنين في الخيام، باقي ساكنين في الخيام ديال البلاستيك، باقي الناس كيهز عليهم البرد، وكاين ما يثبت على هذا الشيء، كاينين فيديوهات، كاينين تصاور اللي هما ديال البارح. الفيديو ديال البارح صيفطوه لي الناس من امزميز، السيده ما مستافده ما والو، البرد كيهز عليها الميكا، كيقطع عليها الميكا، وكتدخل عليها الشتاء والبرد، والناس راه كيتعرضوا للتكرفيس. ودابا حنا مقبلين على الشتاء والثلج في جبال الاطلس الكبير. ندوزو لواحد المرحله اخرى، هذوك الناس اللي خلاوهم حتى لاحوا الطبله. كاين واحد السيده راه درت معها بث مباشر، راه شافوا العالم، درت معها بث مباشر، خسرات 4 مليون ونص في الطبله، وقالوا ليها تحولي فين غتحولي؟ قالت لك ما عندي ارض فين نتحول، ما عندي الا هاد البقعه هادي، ودابا داكشي اللي عندي راني خسرته في هاد البقعه هادي، اشنو غندير انا؟ يعني ديك السيده ضاعت كطلب التعويضات ديالها، قالت لك الا كاين شي تعويض، الا كاين شي تعويض ديال هادشي اللي خسرت انايا، يعطيوني شي بقعه فين نبني راه غنتحول. ولكن حتى خلاوني حتى او بزاف ديال الناس، ماشي غير هذيك السيده، بزاف ديال الناس وقع لهم، كيتصلوا بيا وقع لهم نفس المشكل. اللي ما استافدوش كاع هضرنا عليهم، اللي ما استافدوش كاينين، اللي ما استافدوش كاينين، اللي ما استافدوش. واحد الاعداد راه داروا غير الخميس اللي فات، داروا الناس ديال شي توقفه احتجاجيه، راه دارت مشيت الجامعه اللي انت فيها، كاين شي وحدين استافدوا؟ كاينين. شحال تقل العدد ديالهم؟ واه ما عنديش الاحصائيات بالدقيق، ولكن كاينين الناس اللي هما ما مستافدينش. والسلطات فاش كتجاوبهم؟ كيقولوا لهم ما عندنا، ما نديروا لكم داكشي ديال التسجيل، راه سهل داكشي، سدوا داك الباب ديال التسجيل والباب ديال الشكايه. يعني الناس الفين غيتاجوا؟ راه ما لقاو فين يتاجوا. يعني سميتو كما كيقولوا المسؤول على ضحايا زلزال الحوزه هي القياده، بعدا هي الاولى، القائد والمقدمين والشيوخ وسيد العام والعمالات. يعني علاش راه كاينين الفرزيات؟ كاين واحد راه قالها سميتو وزير الداخليه، قال بانه كاينين الناس اللي هما ما كيستحقوش يستافدوا، ولكن خاصو يقول بانه كاينين الناس اللي هما كيستحقوا ما استافدوش. علاش ديما كتخبى الحقيقه؟ علاش الاعلام كيبين غير الوجه اللي بغى؟ خص الاعلام يبين الحقيقه اللي هي الحقيقه. بغينا غير يقول يخرج شي اعلامي يقول بانه راه هذه هي الحقيقه، راه هاد الناس فريمون كيستحقوا وما استافدوش. واحد السؤال من بعد هذيك، شفنا في الزلزال في ذاك اللحظات الاولى يعني المسؤولين والناس كتقاطر تما، واش هادشي بقى كيتكرر ولا لا؟ صافي داكشي تحبس صافي. راه دابا نيت كتمشي لشي مدينه كتقول لهم انا من ضحيه، كيقولوا لكم راه انتم استفدتوا، انتم هادو، انتم هادو. الناس على يعني الصوره اللي كاينه، الصوره اللي عند المغاربه هي انه الناس راه استفدوا، الناس بخير وعلى خير ما خصهم والو، ولكن الحقيقه راه الناس ما استفدوش كلهم. تقريبا استفدت شي 70%، وماشي استفدوا في 14 مليون، استفدوا غير في 8 مليون. 14 مليون كتلقى غير واحد 10% اللي استفدوا منها، وعندهم الهادم الكلي. يعني انت كتاكد بلي ان الناس باقيه عايشه برا؟ الناس باقا عايشه برا، وكاين واحد الاشكال اخر ديال البناء. واحد في قاع الجبل مثلا خاصو توصلوا السلعه ب 80000 ريال، فياج ديال الكياس ولا ديال الرمله خاصو يوصلوا ب 80000 ريال ولا 100 ولا 120. وعطاو واحد اسميتو واحد البلان اللي هو ما كيناسبش الجبل، واحد البلان اللي هو غربي ماشي ديال الجبل. على الاقل كاين سيدنا جلاله الملك نصره الله، على الاقل عطى التعليمات ديالو وقال بانه كل واحد كل بلاصه تبني بالتقاليد ديالها، بعدا بالخصوصيات ديالها. يعني الانسان خاصو
في الجبل في الجبل في المناطق الجبليه عندهم واحد التقاليد بانه خاصو يبني واحد لكاب. لكاب عاد كتكون عنده ارضيه مقاده حيت الجبل راه واقف كدير واحد لكاب. داك لكاب راه كيحط فيه الانسان دوك العلف ديال البهايم ديالو وكيحط فيها البهايم ديالو وكي يعني خاصو يدير واحد لكاب وتكون عنده ارضيه عاد يبني الفوق. وثاني حاجه حنا كيطيح لنا الثلج في الجبل, حنا كيطيح لنا الثلج وجاب واحد البلان ديال البريك بانه يبنيو به الناس. لا غلط, السكينه خاصها تبني بالتقاليد ديالها. الحيط يكون فيه نص مترو ديال الحجر ديال الحجر والتراب ولكن يتخلط مع الجير كما كيبنيو الاجداد ديالنا, كما تبنات الكتب اللي هي دابا كتشهد على راسها تبنات بالحجر والتراب والجير, يعني التراب والجير والحجر يعني واحد البناء اللي غيكون في المستوى غيدوم واحد سنين متعدده على الاقل. وداك النص متر راه كيدفي الناس من الشتاء والبرد وكيتجنبوا من الحراره حتى هي. وثاني حاجه يبنوا بالسواري ماشي مشكل, بالحديد السواري ديالهم والصنطه وكل شيء ماشي مشكل. يعني خص الحلول, يعني ماشي السلطه تمشي عندها تقول لك ما عندي ما دير. اودي راه كاين ما يدار, كاين الحلول. اي حاجه لقيتوا فيها مشكل كاين حل. ودابا نيت كاينين الناس اللي هما ساكنين في المدينه مثلا, ساكنين في المدينه وغير مقيمين واستافدوا, وواحد في وسط الجبل استافد مثلا. انا شخصيا كنت كندير لايف كنقول لهم السلطات الله يجازيكم بخير بغيتوا تعرفوا شكون اللي مقيم سيروا غير البون ديال الدعم ديال الطحين, واحد الطحين ديال 100 درهم كيتفرق في المنطقه بواحد لائحه شكون اللي مقيم وشكون اللي ما مقيمش. غتمشيو لذاك البون وديك الساعات هذوك الناس تحصيهم وتعطيهم رزقهم, وهذوك الناس اللي هما غير مقيمين بصفه دائمه تحصاو حتى هما ويستافدوا من البيوت ديالهم. يعني سيدنا قال اعاده الاعمار ولكن الاولويه لهذوك اللي هما مقيمين, الاولويه للمقيمين ماشي الواحد ساكن في المدينه مثلا. هذاك عنده الحق يستافد في اعاده الاعمار ديالو في اعاده المنزل ديالو, ولكن 2500 درهم واسميتو يستافدوا فيها الناس اللي هما مقيمين اللي هما غيدوزوا الشتاء والبرد. كل واحد شنو كيقولوا لي شي كيقولوا لي بانه راه ما عندي اللجنه اللي دارت لك داك الشيء. وشكون هي هذه اللجنه؟ راه اللجنه فيها عام السلطه وفيها شنو هادشي زعما الجواب كيكون الجواب كيجاوبوا باش ما بغى مثلا كيقول لي اللجنه اللي دارت لي داكشي. انا ما في ما في ديو والو, المقدم اللي دار لك داكشي. كل واحد شنو كيقولوا ليه؟ شي قال له اللجنه, شي قالوا ليه المقدم, شي كل واحد شنو كيقول. شي واحد كل واحد كيغطي على راسه كيدفع المشكل من عنده. هذا ما كان. انتم ما درتوش احتجاجات ياك؟ درنا احتجاجات وعما قريب ان شاء الله غتكون واحد الاحتجاج عند حدا البرلمان هنا ان شاء الله. بالنسبه لفاطمه الزهراء المنصوري ما شفناهاش, انا ما شفتهاش مشات لشي بلاصه قريبه ليها تما في مراكش ولا سميتو دارت شي دوره, ولكن باش تطلع للمناطق الجبليه اللي هما متضرر ديال بصح راه ما جاتش. وعطات للناس ديال وسط المدينه في مراكش 2500 درهم واحد في قاع الجبل رابط ليه دارو ما استافدش. واحد كاري غير بيت في المدينه في مراكش ولا المدينه القديمه استافد 2500 درهم, وكاين اللي استافد حتى في البناء ديال دارو رغم انه الزنزال ضرب جبال الاطلس الكبير ما ضربش المدينه ديال مراكش. لو كان ضرب المدينه ديال مراكش راه الكتبيه هي الاولى اللي غطيه. يعني مشاو لهذوك الديور اللي هما مهددين اصلا للهدم ودخلوهم مع ضحايا زنزال الحوز. كاينين مدارس اللي هما مبنيين بواحد الشكل اللي هو دلاكيت باش يكون شي بني اخر, راه ما كاينش شي بناء شي مدرسه اللي تبنات, كاين غير ديال دلاكيت كيجي البرد كيهزها قسما بالله. الى هادشي اللي كاين داز واحد البرد هاد الايامات شحال من مدرسه تلاحت ليا في التليفون عندي بانه هز البرد. والوضعيه المعيشيه ديال داك الناس واش كيف يعني واش ولات كما كانت قبل الزلزال ولا باقي المساكن؟ وكاين اللي هو كيعاني مسكين كيسعى, ما حيتو يخلي ولادو في القيطون ويمشي يخدم, ما حيتو ما عنده ما يدير. الا مشى كيقولوا لي راه كاين البرد هز علينا البرد سميتو, راه خاصو يبقى حدا وليداتو. الا لقى فاش يخدم شي واحد كيبني ولا شي حاجه يخدم معاه ويتعاون على المصاريف ديالو. راه الناس راه زادت المعاناه كثيره بزاف على 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 سميتو على قبل. يعني اصلا الحوز منسي قبل الزنزال, عاد بعد الزنزال عاوتاني قلنا راه الله سبحانه وتعالى ضرب هاد المنطقه هذه باش غير يبينها الله لهاد المسؤولين اللي في هاد البلاد يشوفوا من حاله هذوك الناس اللي ساكنين في الجبل ساكن اللي هما كيعانيو
والحمد لله على اي حاجه دار الله سبحانه وتعالى. حنا راضين بداكشي اللي دار جلاله الملك، وراضين بداكشي اللي قال اللي دار الله سبحانه وتعالى فاش ضرب ديك المنطقه بالزنزر. واخا مشاو الاحباب ديالنا وخوتنا والحمد لله ماشي مشكل. حنا كناشدوا المسؤولين كاملين، اي واحد مسؤول على شي قطاع جزاه الله خيرا يخدم الله يجازيه بخير. راه الحوز ماشي داك الحيط القصير اللي جاي يدير فيه ما بغى. كناشدوا المسؤولين، اي واحد باغي يخدم اللي ما بغاش يخدم حتى سهارته. هذه هي الرساله ديالي للمسؤولين، اللي ما بغاش يخدم ويتعاون مع سيدنا ويعاون هذه البلاد، نميو هذه البلاد، يحط سهارته. انا هذا الميساج اللي نقول للمسؤولين من الصغير حتى الكبير. ما بيتيش تخدم، ما عندكش القدره باش دير واحد الخدمه، ولا ما عندكش القدره باش تاخذ القرارات، حط سهارتك.